السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، السادة المتابعين في كل مكان، اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد في قناتنا. في هذا العدد سنتطرق الى موضوع وحدث اليوم، حدث الساعة، الا وهو مغادرة أمين غويري لمعسكر المنتخب الوطني وغيابه الرسمي عن منافسات الدورة 34 لكأس إفريقيا بكوت ديفوار التي ستنطلق بعد أيام. وهل هو فعلا مصاب أم هي دبلوماسية، يعني دبلوماسية من الفاف الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم؟ في البيان المبهم الذي جاء فيه هذا ما سنتطرق فيه ونوضح لكم بعض يعني عديد الأمور. آخر مباراة لعبها، هل خرج مصابا أم لا، عدد دقائق التي لعبها مع المنتخب الوطني، وبعض الأمور التي فيها إن وأخواتها، وربما هناك أمور ستظهر للعيان مع قادم الأيام. تابعوا يعني ذلك معنا في القناة. قلت أولا سنقرأ بعدكم بيان الفاف الذي صدر يعني صبيحة اليوم الفاتح جانفي، حيث تقول الفاف: غادر المهاجم الدولي أمين غويري معسكر المنتخب الوطني بعد تلقيه الضوء الأخضر من الطاقم الفني، وذلك بالتشاور مع الطاقم الطبي، حيث اتضح أنه يعاني من إصابة بعد خضوعه لكشوفات طبية ومعاينة ملفه الطبي مع ناديه. الأمور راح نشرحها بالتفصيل. وبهذا لن يتمكن من المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار. بعثة المنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم يتمنون الشفاء العاجل للمهاجم أمين غويري. أولا، البيان هذا لم يذكر لا نوعية الإصابة ولا تاريخ الإصابة التي تلقاها، يعني ولم يشرح ذلك. قال بأنه بعد فحوصات، ما عرفناش وقتاش اللاعب قام بهذه الفحوصات. نذكركم بأنه اللاعب شارك في آخر لقاء لعبوا ناديه يوم 20 ديسمبر 2023، يعني منذ حوالي 11 يوم شارك في آخر لقاء عادي برسم الجولة 17 من الدوري الفرنسي، وهو آخر لقاء لناديه. كما قلنا خرج في الدقيقة 84، وخرج خروج تغيير فني بما أنه فريقه كان متعادل بهدف مقابل هدف أمام نادي كليرمون فوت، وعوضه المغربي إبراهيم صلاح في الدقيقة 84. ومنذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم نسمع لا في الصحافة الفرنسية ولا في الصحافة الوطنية الجزائرية المحلية عن إصابة اللاعب أو هناك أشياء من هذا القبيل. في المقابل ذلك، يعني كانت الإصابة تاع حسام عوار اللي تعرض لها، كل صحافة في سواء في إيطاليا أو في الجزائر تحدثت عن الإصابة ومدة غيابه من أسبوعين إلى ثلاثة، ومع ذلك فهو يعني موجود في القائمة النهائية للمنتخب الوطني، ولم رغم غيابه عن آخر لقاء لنادي روما أمام جوفنتوس يوم السبت الماضي، ولم يستدعاه حتى في قائمة يعني 23 لاعب. لكن على عكس ذلك، أمين غويري اللي كان بعد نهاية آخر مباراة لفريقه توجه إلى السعودية ليس لإجراء تربص أو رياضة، وإنما لأداء مناسك العمرة، ربي يتقبل منه ويتقبل من جميع المسلمين. قلت أدى مناسك العمرة ثم عاد، والنخب القائمة أعطيت يوم الجمعة الماضي، يعني يوم 29، وهو قلنا آخر لقاء لعبوا يوم 20 ديسمبر، القائمة النهائية يوم 29، واللاعب موجود فيها عادي ولم يذكر لا إصابة ولا شيء من هذا القبيل. ثم في الندوة الوطنية للناخب الوطني بعد القائمة يعني البارحة لم يعلن عن أي إصابة في صفوف اللاعبين، وإنما تحدث وقال بأنه كان يتابع في إصابات عوار مع نادي روما، وأيضا إصابة بن ناصر مع نادي ميلان، والأمور صارت كما يجب وكذا وكذا. الأمور إلى هنا عادي، لكن أن يطلع علينا بيان الاتحادية يوم تنقل الفريق مباشرة إلى تربص تحضيري ثاني في راح يكون في الطوغو بالضبط في لومي، دخلوا مباراتين وديتين، ويقول بأنه اللاعب معرض
تعرض لإصابة، لم يحدد لا نوع الإصابة، ناديه لم يذكر في بيان رسمي الغياب الإصابة، اللاعب أتى إلى الجزائر وبنيته الغرض السفر مع المنتخب لدورة النهائية. وحتى اللاعب يعني في المنشور تاعو في وسائل التواصل الاجتماعي تأسف عن غيابه عن الدورة النهائية للجمهور الرياضي والجمهور الجزائري بصفة عامة، وقال بأنه كان يتمنى أن يكون متواجدا مع المنتخب وللمساهمة في تحقيق نتائج جيدة، وسيبقى المناصر رقم واحد وكذا. لكن اللاعب لم يقل بأنه مصاب، تأسف عن غيابه ولم يقل أنه مصاب. هذا الأمور تدفعنا نذكر فقط بأنه اللاعب هذا منذ قدوم المنتخب الوطني شارك في 4 مباريات، 2 ودية و2 رسمية، ولم يكملها دائما، يعني دائما ما كان يعوض. مع أول مقابلة نتاعو كانت مع رأس الأخضر ولعب فيها 67 دقيقة، منتخب فاز 5-1 وعوضوا شعيبي في الدقيقة 67، ثم ضد مصر في الإمارات لعب 68 دقيقة وعوضوا سليماني، وفي المباراة الرسمية الأولى له ضد الصومال لعب 45 دقيقة وخرج بعد نهاية الشوط الأول وعوضوا عمورا، وفي المباراة الثانية أيضا في موزمبيق لعب أيضا شوط وعوضوا بوداوي. يعني دائما يعوض هنا مع خاصة في آخر لقاءين، يعوض بعد نهاية الشوط الأول. هل هو عدم رضا المدرب عن مردوده، خيارات فنية، أمور على كل حال. هل يكون اللاعب غير راضي عن طريقة لعبه؟ هل وقعت مناوشات بينه وبين المدرب؟ هل هناك أمور خفية نجهلها؟ ستوضحها الأمور الأيام، ستتوضح مع الأيام، لأنه الكرة الجزائرية والمنتخب الوطني والرياضة الجزائرية بصفة عامة عودتنا على مثل هذه الحوادث قبل المنافسات الكبرى. نتذكر حادثة بالقبلة، نتذكر حادثة والناس قواوي لاموشيا قبل، كان يعني أنغولا 2010، رفض لاعب زيايا المشاركة في كأس العالم قبل 2010 أيضا. يعني التاريخ حافل بهذه الأمور. نقول فقط بأنه كل الأمور يعني تبقى واردة، لكن أنا شخصيا غير مقتنع بحكاية هذا الإصابة لأنه الأمور لم توضح. وحاجة أخرى ثانية نضيفها، يعني من عادة المنتخبات الجزائرية لما يصاب لاعب دولي يتم نقله مباشرة إلى أسبيطار، يعني اللاعب لم يتم نقله إلى أسبيطار. أيضا يقال بأنه بعد ملف تاعو من النادي، ملف تاعو من النادي وكتاش جاي، يعني اليوم الإدارة النادي في احتفالات رأس السنة، وتعرفوا بلي الفرنسيين والأوروبيين بصفة عامة بيفرطوش فيهم الأمور. قبلها أحد وسبت هما يعني عطلة نهاية أسبوع، الفريق متوقف يعني عن اللعب منذ فترة كما قلناه، ولكن في تحضيرات فقط للكأس. وإذا كان الملف الطبي هذا أرسل من قبل فلماذا لم يطلع عليهم من قبل؟ متى أرسل؟ يعني الأمور تبدو غامضة وغامضة جدا. الإنسان ربي عطاه له عقل، إحنا نفكروا بالعقل. وأنا بالنسبة كبيرة أنا قلت لكم أني غير مقتنع بحكاية الإصابة. تبقى فقط مسألة من يعوض هذا اللاعب في مركزه. أما المدرب سيبقى ب 25 لاعب فقط. لحد الآن الأمور تبقى غامضة. ربما سيستنجد بأحد اللاعبين الموجودين في القائمة الموسعة، وربما يبقى على قائمة ب 25 لاعب. تجدر الإشارة فقط بأنه عمورة ربما بنسبة كبيرة وبنسبة رسمية سيغيب عن المباراة الأولى ضد أنغولا بسبب تلقيه إنذارين أمام تنزانيا في التصفيات، في تصفيات كأس الأمم. تلقى إنذار في تنزانيا وإنذار أيضا هنا في اللقاء الأخير في الجزائر في الوقت، يعني في الوقت الضائع لا تتذكرون، هو كان إنذار مجاني. البعض ربما يتمنى ويتوقع، ربما البعض كثرة التساؤلات حول اللي يكون مكان غويري، البعض يتمنى استدعاء إبراهيمي، البعض يظن سعيود، البعض الآخر يظن أيضا بالرحمة. كل هذه الأسماء ربما تبدو بعيدة المنال على التواجد في القائمة. لماذا؟ مشكل إبراهيمي ليس يعني وليد اليوم مع بالماضي،
ولن يكون متواجد في المنتخب الوطني ما دام بالماضي على رأس المنتخب، هذا شيء مفروغ منه. سعيود مصاب أيضا ولم يسبق له أيضا اللعب معها بالماضي. بن رحمة حادثة الإمارات خير دليل على ما وقع، وأيضا مستواه بغض النظر عن كل شيء مستواه يعني في الآونة الأخيرة متدني ومتردي جدا، سواء مع المنتخب أو مع ناديه. كانت هذه ربما خلاصة ولو بسيطة حاولنا من خلالها توضيح بعض الأمور حول ما قيل بأنها إصابة غويري. الأيام بيننا ستكشف الأمور. نتمنى مشوار جيد للمنتخب الوطني في كأس إفريقيا، ولما لا العودة بالتاج من كوت ديفوار رغم أن الأمور تبدو صعبة وصعبة. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا، تفعيل زر الجرس ليصلكم يعني جديد فيديوهاتنا المتنوعة، والإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته على نطاق واسع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم أوفياء.